أول في الشوط الأول في ميدان المصير، بينما الشوط الأول للقاي القعدان كان من نصيب ما يخاف لمبارك بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة، هو من انتزع المركز الأول في ميدان المصير. إذن تهانينا لجميع الفائزين في ميدان المصير، وهنا أيضا في ميدان الشيحانية أقيم في صباح هذا اليوم 10 أشواط في ميدان المصير، وما زالت الأشواط تتواصل هنا على أرضية ميدان الشيحانية في هذا الصباح وفي هذا اليوم. الانطلاقات متتالية والانطلاقات متوالية، انطلق قبل قليل هذا الشوط وهو الشوط 18 للقاية القعدان، وأعداد هائلة تنطلق في هذا الشوط، فاقت 60 مشارك. أتمنى لها التوفيق، وللزميل عبد الله بن مسعود الزرعي إليه الكلمة، أتمنى لها التوفيق ولكم لحظات طيبة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نجدد التحية واللقاء من هنا من ميدان الشحانية في هذا الصباح المميز مع سن اللقاية. المسافة المعتادة هي 5 كيلومترات، تتواصل انطلاقاتنا وينطلق هذا الشوط الثامن عشر الذي خصص ايضا راشد بن منينه الشامسي مع المركز الثالث، المركز الرابع منيان او المركز الثاني، بينما ثالث التحديات هملول سلطان بن علي اليضهوني في المركز الثالث والمركز الرابع اللي تدخل في هذه اللحظه المثيره ناصي سالم بن دقاش بن محمد العامري في المركز الرابع. الله أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الريادة في هذه اللحظات. من سيطر ناصي مبارك بن راشد بن منينه الشامسي يغادر الحدود بالسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة هذه العين. أسعد الله صباحكم بكل خير على هذا الأداء، على هذه العروض المميزة ليقدمها ناصي، وأعتقد سلالة ناصي مع الصدارة الغنية عن التعريف. تهانينا والناموس وسلام يا المختبر، سلام على هذا الانتاج. تهانينا والناموس ايضا مشاهدينا الاعزاء، المبارك براشد بن منين الشامسي على فوز ناصي في المركز الاول لحظه وصوله الى خط نهاية المركز الثاني من الدافية، ايضا ناصي لسالم بن دقاش بن محمد العامري، والمركز الثالث كان من نصيف هملول لسلطان بن علي اليفوني ظاهري، والمركز الرابع كان من نصيب الشامخ لمحمد بن سلطان بن مرخان الافتبي، والمركز الخامس كان من نصيب مسموح لعلي بن راشد بن راية المري. هكذا مشاهدين الأعزاء كان مسار هذا الشوط، ونعود مع التوقيت الزمني الذي تسجل تحت أقدام ناصي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، قاطع مسافة السباق في الزمن وقدر في 7 دقائق و34 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن راشد بن منين الشامسي، بينما المركز الثاني، وتهانينا أفضل توقيت يتسجل المركز الثاني من التافي. مشاهدينا الأعزاء، ناصي قاطع مسافة السباق في الزمن وقدره في 7 دقائق و37 ثانية 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم الدقاش بن محمد العامري، والمركز الثالث كان من نصيب هملول لسلطان بن علي اليبهوني، قاطع مسافة السباق في الزمن وقدره في 7 دقائق و37 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. وأذكر مشاهدينا الأعزاء، ناصي حصل على المركز الأول.